احنا الويب سايت عندنا بيتكلم عن الفتنس في مصر عامه. عندنا الموضوع متقسم لكذا حاجه، عندنا كذا سيكشن في الويب سايت، عندنا يا اما فيتنس جايد يا اما جيمز دايركتلي. الفيتنس جايد عامه عندنا كذا سيكشن، سيكشن عن المين، عن الومن، عن الكيدز، نيوتريشن، دايت بلانز، وارتكلز عن التيبس وادفايس لكل الورك اوتس والحاجات دي كلها. وعندنا جزء بقى اللي هو بتاع جيمز دايركتلي، عندنا فيه جيمز الموجوده كلها في كايرو، ممكن تشيك الديسكربشن بتاعتها، الصور، الاوفرز اللي نازله عليها، وممكن تشوف ايه اقرب ليك من الجيمز الموجوده. ده بلس كمان ان احنا عندنا السبلمنت ستور بتاعنا وعندنا هيلثي فود ستور، ممكن تخش تشيك يعني تشتري اي حاجه اونلاين. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نخلي الموضوع كله يبقى جلوبال كده، اي حد من الناس عايز يبتدي هيلثي لايف ستايل او عايز ان هو مش عارف يبتدي منين كبادي ترانسفورميشن اي حاجه تظبطه، ممكن يخش عندنا الويب سايت هيلاقي الحاجات من اول بيجنرز انترميديت ادفانسد، كل حاجه اللي هي تفيده ان هو ازاي يبتدي في الموضوع يعني. واحنا عندنا طبعا بنكفر الموضوع ده على الويب سايت بتاعنا وعلى السوشيال ميديا، واحنا الموضوع ابتدينا من 2013 ان احنا نجهز له، وسو فار يعني الدنيا ماشيه كويس، ان احنا الفيتنس كوميونتي عامه في مصر بتزيد والناس بيبقى عندها اويرنس كويس، واحنا ان شاء الله مع الناس لغايه لما يوصل لكل واحد في مصر ان هو يبقى عنده حته الاويرنس ازاي تزيد عنده يعني في الفاميلي عامه يعني. النهارده احنا نازلين في الفيتنس فيستيفال از ميديا سبونسر، دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نازلين ان احنا نعمل اويرنس للناس، نكلمهم ايه الحاجات اللي ممكن تفيدهم بالنسبه ان هم يبتدوا ازاي كهيلث لايف يعني، وايه مثلا الجيمز اللي هي ممكن تبقى قريبه ليهم ان هم ممكن يبتدوا فيها. وعندنا فعلا في انفيتيشنز بنوزعها على الناس عشان يروحوا يجربوا ويشوفوا المنظر عامل ازاي، وبنصور بقى الدنيا عامه عشان نحطها عندنا على السوشيال ميديا وكده، ونشوف يعني الفيستيفال ماشي ازاي وندي الريكومنديشن بتاعنا والريفيو بتاعنا عليها.